الدولة المصرية عندما تتوجه إلى المجتمع الدولي بشرح كافة في الأحادي الذي تنوي إثيوبيا القيام به في يوليو القادم، إنما إيمانا باحترام مصر لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة. المقابلة التي تمت أمس بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مهمة للغاية، لأن روسيا من المعروف أنها إحدى الدول الدائمة في مجلس الأمن، يجب أن ومصادر روسية معروفة في شرق أفريقيا وفي هذه المنطقة، وهي صديقة للطرفين الجانب المصري وإثيوبيا، وبالتالي الرئيس عبد الفتاح بلا شك صحيح يعني بلا شك، ولكن ثوابت مصر واضحة محددة. مصر لا تريد إلا الارتكان والاستناد لقواعد القانون الدولي التي تحكم المشروعات المائية. الموقف المصري القانوني واضح، وبالتالي الدولة المصرية تتحدث بثقة، تتحدث بمعية أمام كافة الدول سواء الدول الإقليمية أو الدول، وبالتالي من هذا المنطلق مصر تضع الجميع أمام مسؤولياته، باعتبار أن روسيا من إحدى أهم الدول والدول الكبرى وأيضا الدول العضوية الدائمة في مجلس الأمن. دكتور مساعد، إلى متى تستمر مصر بالمفاوضات وطلب المساعدة الدولية حيال التعنت الإثيوبي؟ مصر أعلنت أن 15 أبريل من المفترض أن تكون هي نهاية مطاف هذه المفاوضات، ولكن إذا كانت هناك بوادر ومبادرات جدية تحمل جديد وتحمل نقول أطرق تعبر عن إرادة سياسية جادة، مصر لا تمانع. ومصر اخترت الآن هي والسودان، وأيضا تخطر الجميع بخطورة الموقف كما تفضل السيد الرئيس أمس وأعلن رسميا أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني سيعرض الإقليم لعدم الاستقرار، وهي رسالة. وبالتالي مصر تترحب حتى هذه اللحظة بكل المبادرات وتريد الوصول إلى اتفاق قانون في صيغة اتفاق دولي يحقق المنفعة للجميع سواء للسودان وإثيوبيا. طيب دكتور مساعد، الخيارات الملعب الإثيوبي حضرتك، الخيارات المصرية المطروحة في المرحلة المقبلة، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي مثلا؟ الخيارات المتاحة أمام مصر حضرتك، مصر حاليا هي والسودان يضغطان بقوة ويعرضان وجهة نظرهم القانونية والفنية من هذا النزاع، وتمثل ذلك أمس في زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة. مصر تملك خيارات أن تلجأ رسميا هي والسودان إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى وطلب جلسة عاجلة طارئة لمجلس الأمن تحت الفصل السابع، على أساس أن هناك تهديد مباشر لحالة السلم والأمن الدولي. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدولي العام دكتور مساعد عبد العاطي شتوي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.